السلام عليكم حبيبتي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة تانية للخبز غير بالفارينة، بلا سميد. كما تعرفوا السميد ما راهش كاين، راه قليل، وغير بالفارينة، وتجينا هشيشة وخفيفة، ماشي معجنة، شوفوا، وطرية ما شاء الله، والله خفيفة بزاف. ودهنتها بالزيت، يعني بداو قصفنج، كنت شفت واحد الخباز يدهنها بالزيت، وسالته كيفاش دهنها بالزيت، قال لي باش يجي فيها الذوق بنين، ذوق السفنج. كما تعرفوا السفنج يجي مزيت، وهادو درتهم بلا زيت، كما تبغوا تدهنوهم، تبغوا ما تدهنوهمش بالزيت. نفتح لكم حبه تشوفوها، شوفوا كيفاش تجي من الداخل، شوفوا الثقوب اللي راهم فيها، وتجي اسفنجيه. انا ما بغيتش ندير لها البابه بزاف، ما نبغوش هذاك العجين اللي يكون من الداخل بزاف. نفتح لكم هذه اللي بلا زيت، شوفوا كيفاش تجي. شفتوا الثقوب اللي راهم فيها، عندنا 1 كيلوغرام تاع فرينه اللي هي الطحين، راني مغربلتها، ونزيدوا عليها مغرف ونص تاع هاد الخماره الفوريه الخاصه بالعجين. ما تكتروش، ما ديروش 2 مغارف، خاطرش غادي تخمر لكم بزاف، ومن بعد تولي تنزل لكم في الفرن كي طيبوها. وفصل الصيف اكتفوا غير بمغرف وحده، خاطرش غادي نديروا الخل غادي يسرع عمليه التخمير. ونزيدوا عليها مغرف ونص ولا 2 مغارف تاع سكر، تعطينا اللون والذوق، وتاني تساعد الخميره باش تخمر. الملح نضيفوه في الاخير، ودوك نزيد الملح باش ما نديرش الملح مباشره على الخميره. ونزيدو شويه تاع الزيت، واحد 4 مغارف ولا 5، غير باش تجينا هشيشه. ندخل هذا الزيت في الفرينه، تخمر وتعتبر كمحسن العجين. ندير الكاس الاول، الكاس الثاني، ونزيد درك فوق النص تاع الماء. راني معبرتها، انا ندير عيني ميزاني، بصح قلت لكم غير باش نعطيكم مقادير مضبوطه، يليق العجينه تجي تتلاصق في اليدين. هنا نعبر فوق النص، نزيد غير شويه ونشوف، هي على حسب تاني الفرينه والنوعيه اللي عندكم. ونلم العجينه، مانيش نعجن غير هكا بصباعي، المهم تكون تتلاصق في اليدين. العجين تاع الخبز باش يجيكم ناجح يليق العجينه تكون تتلاصق، لو كان ديروها تكون يابسه ما غاديش تجيكم الخبزه شابه، تجيكم مدكسه وثقيله. بهذه الطريقه نسلك يدي من العجين، نغسل يدي باش نقد نلمها. ندهن شويه يدي بالزيت، ودوك نغطيها ونخليها تخمر للمره الاولى. ديرها غير هنا فوق البوطاجي بارد، نحط حاجه من تحت. واذا بغيتو تخمروها بسرعه دخلوا هذا البول في كيس بلاستيكي وغلقوا عليه مليح، وزيدوا غطوها مليح بحاجه تكون دافئه، خاطرش الجو راه بارد. انا عندي هذه دافيه نغطي بها العجين. بعد ما خمرت العجينه المره الاولى، شوفوا كيفاش ضاعف الحجم تاعها، دات لي المده 20 دقيقه. وانتم اذا درتوها في غرفه تكون دافيه تدي لكم اقل. ندهن يدي بشويه تاع الزيت، ونكسر لها الخميره، ونعاود نخبطها شويه. درك نخبطها شويه كاش راني ندخلها في الهواء باش تجينا خبز هشيشه، تجي قطنيه ماشي بزاف غير هكا.
ونعاود نخليها تخمر للمرة الثانية. ما تتقلقوش عليها، راكم تديروا في صوالحكم كما انا راني ندير الفطور اللي هو الغداء، وراني مرة على مرة نجي نطلع عليها ونعاود نخبطها. ما تتقلقوش عليها. بعد ما خمرت العجينة للمرة الثانية، شفتوا كيفاش طلع الحجم تاعها، نعاود نكسر لها الخميرة. شوفوا كيفاش هاد الفقاعات راهم يخرجوا تاع الهواء. شوف هنا يكفي، نعاود نغلق عليها ونخليها تخمر للمرة الثالثة. علاش انا كل مره نكسر لها الخميره ونخبطوها شويه؟ خاطرش ما عجناهاش بلا ما العجينه خمرت. انا نوجد السنياوه ندهنهم بالزيت. قاعدين نديروا بابي كويسون ورق الطبخ، بصح انا باغي ندهنها بالزيت باش يجي فيها الذوق تاع السفنج. بعد ما خمرت المره الثالثه ما راهيش دي لي وقت طويل وتخمر. شوفوا كيفاش تضاعف الحجم تاعها. ندهن هنا غير شويه تاع الزيت باش ما تلصقليش، غير شويه ماشي بزاف. شوف ما لصقت ما يوعد. بسم الله. راهي خفيفة. ودوك نقطعها الكرات باش نشكل خبيزات. ندهن يدي بشوية تاع الزيت باش ما يعذبنيش. ها هي ما تلصق ما والو. ونجيب السميد المتوسط باش نرمد هاد الخبيزات. هاد السميد ما راهش يوخر منا من البوطاجي، راه غير هنايا كما تعرفوا رانا غير نعجنوا. هاي ربي يعيننا ان شاء الله، ولينا كاع شاطرات ونعجنوا كل يوم. وحده خميره كملتها وراني بديت عاود في الثانيه، معليش المهم نصنعوا خبز في الدار يكون نقي. نبدا باللولة نحطها هنا في السميد. هادو اللي بقى لي غادي نشكلهم خبيزات يكونوا شكل اوفر. حتى نشكلهم خبيزات ونكمل وما يكونوا ريحوا شويه، تما عاده نبدا نقرص فيهم بهذه الطريقه باش يساعدوني. والحجم كيما تبغوا، كاين اللي يبغي البابه في الخبز وكاين اللي ما يبغيش. حنا ما نبغوش، غادي نديرهم شويه رقاق ودوك نغطيهم نخليهم يخمروا. هذه هي طريقتي باش نخمر العجين، ما نبغيش ندير الغطاء مباشره فوق الخبيزات باش كي يجوا طالعين ويخمروا ما يلقوش حاجه داركه عليهم، ما تخليهمش يطلعوا. وملاحظه مهمه جدا، ما تخلوهمش حتى يخمروا 100% عاد تحط تشعلوا للفرن. في نص التخمار تاع العجين تشعلوا للفرن يسخن، هذيك هي 10 دقائق العجين يكون زاد يكمل التخمار تاعه، وثاني يزيد يكمل الخميره في الفرن كي ندخلوه يطيب. لو كان تخلوه يخمر 100% وتروحوا تشعلوا للفرن تستنوه واحد 10 دقائق باش يسخن، فديك 10 دقائق الخبزه غادي تزيد تطلع وتكون خامله بالمية 100% عفوا. غير دخلوها للفرن كونوا متاكدين الخبزه غادي تنزل لكم. فاتت مده 10 دقائق، دوك نشوف هي بدات تخمر. درك نروح نشعل للفرن. هذيك هي 10 دقائق باش يسخن، هي غادي تزيد تكمل الخميره تاعها. بعد ما سخن الفرن جيدا والخبيزات زادوا كملوا خمروا، دوك بالبابو ونرش شويه ولا غير بالماء وهكا رشوا بيديكم باش الخبزه ما تجيكمش يابسه من الفوق. دوك ندخلهم في الرف الوسطاني على اعلى درجه تاع الفرن. انا الفرن تاعي يشعل من التحت بالغاز وما يشعلش من التحت والفوق، تما غادي نطيبهم من التحت. كي يطيبوا من التحت عاد نشعلهم من الفوق الريزيستانس،
والاخوات لي الفرن تاعهم يشعل من فوق ومن التحت، يجيكم الخبز غايه يطيب ضربه واحده. وبعد ما نخرجوا الخبز من الفرن مباشره تكون سخونه، هذه مرحله اختياريه، قلت لكم انني باغيته بذوق السفنج. السفنج الذوق تاعه فيه الزيت، تبغوا ديروا الزيت النباتيه العاديه ولا زيت الزيتون. انا في الدار كاين اللي يبغي زيت الزيتون وكاين اللي ما يبغيهاش، ندير غير هاد الزيت العاديه. كما شفت الخباز كان يدير غير هادي الزيت النباتيه العاديه، هي دوك تتشرب وحدها ويجي فيها واحد الذوق شباب كيما تاع السفنج اللي هو الخفاف، كي يسموه الخفاف. والصينيه دهناها بالزيت باش تغسلوها بالخف ما تعذبكمش، وهي سخونه غسلوها في ساعه تتنقى. ودرك نديرها هنايا في الطبق ونغطيها باش ما تلبسليش، يبردو ونشوفوهم كيفاش جاو في الشكل النهائي. وهذا هو شكل الخبيزات بعد ما بردو. انا ضاعفت الكميه، عطاتني واحد 20 خبيزه، هادو بلا زيت ما دهنتهمش بالزيت، شوفوا كيفاش جاو. وهادو اللي درتهم بالزيت، ودوك نوريكم في اول فيديو ونفتح لكم حبه، وان شاء الله تجربوها ينال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.